مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء في حركة جديدة من برنامج نبوءة الأيام الأخيرة. جئنا الآن في هذا المساء للجزء كما قلت لكم الجزء النبوي من سفر دانيال، فبعد أن هم الجزء الأول الست الصفحات الأولى عن القصص والأحداث دخلنا في المرة السابقة في الإصحاح 7 وهي بداية الجزء النبوي من 7 إلى 12. النهاردة نتابع من الإصحاح 8، وهنا لو حبينا نقرأ مع بعض من سفر دانيال إصحاح 8 نقرأ مع هذا الحلم الذي رأى دانيال من عدد 2، دانيال 8 من 2، ونكمل قراية. فرأيت في الرؤيا وكانت رؤياي وأنا في شوشان القصر الذي في ولاية إيلام، ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولي، فرفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان والواحد أعلى من الأرض والأعلى طار أخيرا. رأيت الكبش ينطع غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده، وفعل كمرضاتي وعظمه. بينما كنت متأملا إذا بتاي سن من المعز جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض، وبتاي قرن معتبر بين عينيه، وجاء الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر وردد إليه بشدة قوته، رأيته قد وصل إلى جنب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قدميه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض وبسه، ولم يكن للكبش منقذ من يده. طيب الجزء ده قبل ما نكمل بنشوف إن دي رؤية أخرى شافها دانيال للنبي، بيحكي برضو على تطور تاريخي بالتبطيل. يعني زي ما قلت لكم قبل كده ان الوحوش والحيوانات التي وراها دانيال هي موازية لحلم الملك في صورة تمثال مكون من معادن مختلفة لممالك متتابعة، لكن هنا بنجد ان الصورة فيها حركة. الاول قبل كده احنا اتكلمنا عن الوحوش اللي هو الاسد والدب والنمر والحيوان الهائل جديدة، وأحداث إضافية أخرى أكثر من موضوع التمثال. فمثلا النهاردة بنجد إن في كبش وتيس. الكبش ده زي ما أنتم شايفين إن ليه قرنين، قرن أعلى من قرن، فطبعا الثنائية هنا بتفكرنا بإن بتفكرنا بالكتفين بتوع الذهب او الزرعين، اسف من الفضة. الزرعين الفضة ده كان بيمثلوا مملكة بعد بابل، يبقى هو ما جابش بابل، جاب على طول المملكة التالية. وبعدين عايز اقول لكم الاصحاح ده بالذات في حتة رائعة جدا هتساعدنا في التفسير، لان الاصحاح ده بيتكلم عن اسماء معينة ومباشرة لهذه الممالك. فسمى المملكة دي اللي هي عبارة عن كبش ملي قرنين ده هو ميدي وفارس. فهنا اتحلت كتير من اللغز، وفعلا اصبح ان اللي احنا كنا بنقوله ان هو هنا في تأييد مباشر واعتراف واضح من الوحي بان فعلا ميدي وفارس هو المملكة اللي بعد اسمها دي بابل، وهي فعلا زي ما انتم عارفين دي بتبين قد ايه. يعني مثلا عدد الفيلم دانيال 28، اما الكبش الذي رايته بالقرنين فهو ملوك مودي وفارس، والتيس العافي ملك اليونان، والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول، واذا انكسر وقام اربعه عوضا عنها وفتقوم أربع ممالك من الأمة ولكن ليس في قوتي. طب كويس، يبقى كده احنا اتحلت الألغاز
وتحقق من التفسير اللي احنا بنقوله يعني لجانب هذه التاريخ لهذه الممالك او لهذه النبوات، نجد مننا في تصريح واضح جدا من الوحي الالهي ان الكبش للي قرنين هو مادي وفارس، والقرن اعلى من القرن اللي هو فارس اقوى من مادي، وكان بينطح في ثلاث جهات لان كان بيمتد الى ثلاث جهات اللي هي طبعا الغرب والشمال والجنوب. بعد كده بنجد ان التيس العافي ذو القرن المعطرر هو اليونان، هو قال اليونان كده في الوحي. وبعدين افكركم طبعا ان اللي طلع من هذا القرن بعد ما انكسر اربعة قرون، الاربعة دي بتماثل مين؟ بتماثل النمر باربع رؤوس واربع اجنحة اللي هي تقابل البطن من نحاس. اذا الاربع نبوات هي متقابلة، التمثال والوحوش طبعا التمثال شافوا الملك نبوخذ نصر، والوحوش اللي شافها دانيال، والحيوانين اللي شافهم دانيال برضه كلهم متقابلين متقابلين. طلع من القرن المعتبر اللي هو انكسر ده اربع قرون، اربع قرون. طبعا التيس العافي عدد 21 من دانيال 8، التيس العافي ملك اليونان اللي هو يقصد بيه طبعا اسكندر، اللي كان ملك قوي جدا وناجح جدا وقائد عسكري يعني متفوق، وكان زي ما بيقول هنا ان التيس العافي كان يطير ولا يمس الارض، لان كان بعد ما ناخذ الملك الاسكندر الاكبر كان سريع الامتداد والنجاح والانتشار لدرجه ما وصل الى الهند في سن صغيره، لانه مات في سن 32 سنه بعد شرب كثير من الخمر واصابته بمرض الحمى. فنجد ان الملك العافي هو ملك اليونان اللي هو الاسكندر الاكبر، لكن بعد 10 سنين انقسمت المملكه الى 10 ممالك اللي احنا قلناهم قبل كده اللي هو كاساندر وايضا ديماخوس، وقلنا كمان في قواد تانيين اللي هم ديماخوس وكاساندر وبطليموس وسلوكس، قلناهم قبل كده. طبعا كاساندر اللي هو كان ملك على مقدونيا واليونان، وليس ديماخوس اللي هو كان ملك على ثراكي والجزء الشمالي من اسيا الصغرى، والملك سلوكس كان ملك على كل بابل وبقيه املاك الاسكندر في الشرق، وبابلوس كان ملك على مصر وفلسطين وبلاد العرب. طبعا هنا انت بتجد يعني في جمال كبير قوي في السرد النبوي في طولة كده، انا بقولهم تمثيل رائع مجسم من تمثال ومن وحوش ومن حيوانات، دي كلها يعني بتخليك تعجب بهذا الوحي البخيل الذي سبق كل هذه الاحداث، لانها يعني كانت قرى وتسجل في القرن الرابع قبل الميلاد، واكتمت هذه الامور بعدها يمكن ب 600 سنة فمثلا، او يعني في خلال 600 سنة. فهنا بيقول ان فعلا يقوم يعني بعد كده هيطلع قرن اخر مملكتهم عند تمام المعاصي دانيال 923، يقوم ملك جافي الوجه وفاهم محيا وتعد من قوته لكن ليس بقوته، يهلك يهلك عجبا وينجح يفعل ويبيد العظماء وقعد القديسين، وبحذقته ينبح ايضا ومطر في يده ويتعظم بقلبه، وفي الاطمئنان يهلك كسيري ويقوم على رئيس الرؤساء. طبعا ملك الملوك رب الارباب هو السيد المسيح. بنجد ان المملكه اللي خرجت من المملكه من الاربع ممالك دي اللي هي الرومان، ولما قام على رئيس الرؤساء يعني هم قاموا بصلب السيد المسيح،
وبلا اليد ينكسر. فطبعا كل هذه الامور كانت تخلي دانيال يعني هو معجب فعلا واحنا معجبين معاه، بس كان متحير من لغز بسيط. ايه اللغز ده؟ اللغز ان في فترة نبوية الوحي قال له عليها، قال الى متى الرؤية، ده عدد 13 من دانيال 8، من جهة المحرقة الدائمة معصية الخراب، يعني هل المحرقة دي هتستمر اللي هو الذبائح اليهودية لبسط القدس والجند المبيتين، قال لي الى 2300 سراح ومطلق تتبرأ القدس. في الاخر بيقول كنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. طبعا الحيوانات واضحة واسمائها يعني مذكورة، اللي هو الكبد نادي وفارس بالاسم مذكور، والتيس العارفي اللي هو ابو قرن معترض وعطوه طلع منه 4 قرون كان عليه ملك اليونان، فواضحة انه الحيوانين اللي جه في النبوة. ولكن موضوع المدة النبوية دي اللي هي 2300 صباح ومساء دي كان متحير دانيال منها، ودي اللي نفهمه فيها بعض ايها الاحباء. اعزائي ما اجمل اننا ندرس كلمة الله، ما اجمل ان احنا نتبحر في هذه النبوات ونربطها بالتاريخ، ونجد ان الله يرسم لنا النهاية في ونحن قبل ان تبدأ، ويرسم لنا اشياء كثيرة نراها في الحياة وتجذب قلوبنا وافكارنا ومشاعرنا. هذا الوحي الدقيق، هذا الوحي وحي الهي، ولا يستطيع احد ان يتنبا عن هذه الممالك والامور الدنيوية التاريخية الا روح الله فقط. فدعونا نعجب بهذا الكتاب ونقرأه بشغف ونتمسك به، لأنه كلمة الله الحية التي هي أنضم لكل سيف ذي حدون، إنها كلمة الله الممحوفة 7 مرات، إنها النبوات، لأن النبوات هي أصدق شيء يخلينا نؤمن بكلمة الله في النبوات الصادقة. أعزائي دعونا نقرأ كلمة الله بشغف وإيمان وثقة، لأن كلمة الله الحية، كلمة الله الصادقة، كلمة الله الحاد روح الله. أشكر بالمتابعة وأرجو أن نلتقي معا في المرة القادمة في برنامج بوات الأيام الأخيرة، فإلى اللقاء.